الشريط 35 دخول مكة وتحطيم الأصنام. في صباح 17 من رمضان تحرك النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، وأمر العباس أن يحبس أبا سفيان بمضيق الوادي حتى يرى الجيش وهو يمر. يقول ففعل، فمرت القبائل، كل قبيلة معها رايتها، كلما مرت به قبيلة يقول يا عباس من هذه؟ فيقول سليم، فيقول أبو سفيان ما لي ولسليم. ثم تمر به القبيلة فيقول يا عباس من هؤلاء؟ فيقول مزينة، فيقول ما لي ولمزينة. ما هذا الناس كثرة، حتى نفذت القبائل، ما تمر به قبيلة إلا سأل العباس عنها، فإذا أخبره قال ما لي ولبني فلان، ما لنا طاقة المقاتل كل هؤلاء. يقول حتى مر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتيبته الخضراء فيها المهاجرون والأنصار لا يرى منهم إلا الحدق من الحديد، يعني بس العين ترى من الحديد. قال سبحان الله يا عباس من هؤلاء؟ قال هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المهاجرين والأنصار. قال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء قبل ولا طاقة. ثم قال والله يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. قال العباس يا أبا سفيان إنها النبوة. قال نعم، فإذن هي النبوة. وكانت راية الأنصار مع سعد بن عبادة رضي الله عنه، فلما مر سعد بأبي سفيان قال له اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني نقتلكم في الحرم، اليوم أذل الله قريشا. فلما حاذى رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سفيان قال أبو سفيان لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول ألم تسمع ما قال سعد؟ قال وما قال؟ قال كذا وكذا. فقال عثمان وعبد الرحمن بن عوف يا رسول الله ما نأمن أن يكون له في قريش صولة، يعني أن يقتل في قريش. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحليم العفو صلوات الله وسلامه، العفو عند المقدرة. قال بل اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، اليوم يوم أعز الله فيه قريشا. ثم أرسل إلى سعد فنزع منه اللواء ودفعه إلى ابنه قيس، ورأى أن اللواء لم يخرج عن سعد، وقيل أن اللواء لم يخرج عن سعد وأنه دفع إلى الزبير، فالعلم عند الله تبارك وتعالى. الشاهد أنه أخذ اللواء من سعد بن عبادة خشية أن يقتل من قريش. فدخل أبو سفيان وقال لقريش قد جاءكم ما لا قبل لكم به، فمن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. قالوا قاتلك الله وما تغني عنا دارك، ما تكفينا. قال ومن أغلق عليه بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن. فتفرق الناس إلى دورهم وإلى المسجد، وأصبحت أم القرى وقد قيد الرعب حركاتها، واختفى الرجال وراء الأبواب الموصدة يرقبون مصيرهم وهم واجمون، ما يدرون ماذا يحدث. وخرجت مجموعة تريد الدفاع، تريد القتال، منهم عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وسهيل بن عمرو ورجل يقال له حماس بن قيس، واجتمعوا في مكان يقال له الخندمة. وهذا الرجل حماس بن قيس كان يجهز سلاحا له، فقالت له امرأته لماذا تعد هذا السلاح؟ قال لمحمد وأصحابه. قالت والله ما يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال إني والله لأرجو أن أخدمك بعضهم، يعني أسرى ويكون خدما لك. ثم قال إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، يعني جاهز ما عندي أي مشكلة. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل خالد بن الوليد على المجنبة اليمنى، ومعه أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من قبائل العرب، فأمره أن يدخل مكة من أسفلها، وقال إن عرض لكم
أحد من قريش فاحصدوهم حصدا حتى توافوني على الصفا. وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وكانت معه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان شعار المسلمين على ثلاث. أما المهاجرين فكان شعارهم يا بني عبد الرحمن، وأما الأوس فكان شعارهم يا بني عبيد الله، وأما الخزرج فكان شعارهم يا بني عبد الله. دخل الجيش وما واجهوا أي صعوبة في الدخول إلى مكة، وأما خالد وأصحابه فلم يلقهم أحد من المشركين إلا أناموه، وقتل ممن مع خالد كرز بن جابر وخنيس بن خالد، كان قد شد عن الجيش. ولقي خالد أهل الخندمة، عكرمة وصفوان وسهيل بن عمرو وحماس بن قيس وغيرهم، فناوشوهم شيئا من قتال، فأصابوا من المشركين 12 رجلا وانهزم الباقي، وانهزم حماس بن قيس، فدخل على امرأته وقال أغلق الباب، فقالت أين ما كنت تقول، إن يقبل اليوم فما لي علة، هذا سلاح كامل وألة، وذو غرارين سريع السلة، أين هذا كله؟ فقال لها إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فر صفوان وفر عكرمة واستقبلتنا بالسيوف المسلمة، يقطعن كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي باللوم أدنى كلمة. يعني لو شفت اللي شفته ما عذلتيني وإنما عذرتيني. فأقبل خالد حتى وصل الصفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الزبير فتقدم حتى نصب راية رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المسجد. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون والأنصار بين يديه وخلفه وحوله، ودخل المسجد الحرام وأقبل إلى الحجر الأسود فاستلمه، ثم طاف في البيت وفي يده قوس، وحول البيت وعليه 360 صنم، فجعل يطعنها بالقوس ويقول جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. هذه الآلهة كانت قبل قليل آلهة مقدسة تعبد وتدعى ويستغاث بها، أما الآن فهي جص وتراب، كما قال نبي الله إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ فدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت الله الحرام، ثم دخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه، وصلى هناك وكبر في نواحي البيت ووحد الله سبحانه وتعالى، ورأى داخل الكعبة صلوات الله وسلامه عليه صورا لإبراهيم وإسماعيل يستقسمان بالأزلام، أي فعل أهل الجاهلية، فقال قاتلهم الله، والله ما استقسم بهما قط. ثم أمر بالصور فمحيت، ولم يصلي في البيت حتى محيت الصور، فلما محيت صلى صلوات الله وسلامه عليه ركعتين داخل الكعبة، وهذا فيه دليل على كراهية الصلاة في المكان الذي فيه صور. ثم جلس في المسجد صلوات الله وسلامه عليه، فقام إليه علي بن أبي طالب ومعه مفتاح الكعبة، فقال يا رسول الله اجمع لنا الحجابة مع السقاية، يعني أعطنا مفتاح الكعبة مع السقاية التي لنا صلى الله عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أين عثمان بن طلحة؟ فدعي له فقال له هاك مفتاحك يا عثمان، اليوم يوم بر ووفاء. ثم أعطاه المفتاح وقال له خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم. واستمرت مفاتيح الكعبة مع بني شيبة، يقول ابن حزم فهي اليوم في ولده، ابن حزم يقول هذا الكلام سنة 56 و400، واليوم في يومنا هذا في سنة 19 و400 و1000 من الهجرة
والمفتاح ما زال مع بني شيبة ولا يأخذها منهم أي هذه المفاتيح إلا ظالم. وقيل إن أهل مكة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فإني أقول لكم كما قال يوسف لإخوته: لا تثريب عليكم اليوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. ولكنه ضعيف لا يصح سندا. ثم لما جاء وقت الصلاة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة، وأبو سفيان بن حرب وعتاب بن أسيد والحارث بن هشام جلوس بفناء الكعبة. فقال عتاب: لقد أكرم الله أسيدا ألا يكون سمع هذا، يعني مات، يعني يقول أشوى أن والدي مات وما سمع هذا الأذان، فيسمع منه ما يغيظه. فقال الحارث: أما والله لو أعلم أنه حق لاتبعته. فقال أبو سفيان: أما والله لا أقول شيئا، لو تكلمت لأخبرت عني هذه الحصبة. فخرج عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد علمت الذي قلتم. ثم ذكر ذلك لهم، والنبي لا يعلم الغيب صلوات الله وسلامه، ولكنه الوحي من الله تبارك وتعالى. فقال الحارث وعتاب: نشهد أنك رسول الله، والله ما اطلع على هذا أحد كان معنا فنقول أخبرك. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار أم هانئ أخت علي بن أبي طالب، فاغتسل وصلى 8 ركعات في بيتها. فقال بعضهم هي سنة الفتح، فاتخذها بعض قواد سنة إذا فتحوا بلادا من البلاد صلوا 8 ركعات، وقال بعضهم هي صلاة الضحى. وأجارت أم هانئ حموين لها، أراد علي أن يقتلهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرتي. ولما دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد خرج أبو بكر فجاء حتى جاء بأبيه يقوده لأنه كان أعمى، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيتي حتى أجيئه؟ فقال: يمشي هو إليك يا رسول الله أحق من أن تمشي إليه. فأجلسه ثم مسح الرسول صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: أسلم تسلم، فأسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا الشيء ولا تقربوه سوادا. وهذه العائلة عائلة أبي بكر، أسلم الجد وهو أبو قحافة والد أبي بكر، وذلك أن اسم أبي بكر عبد الله بن عثمان. عثمان أسلم والد أبي بكر، وأبو بكر أسلم، وعبد الرحمن بن أبي بكر أسلم، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر أسلم. وهذه العائلة الوحيدة التي 4 كلهم صحابة: محمد ابن عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي قحافة، 4 هؤلاء كلهم أسلموا. ويصدق هذا على 4 آخرين: عبد الله بن الزبير، أمه أسماء صحابية، جده أبو بكر صحابي، وجد أمه والد أبي بكر الصديق صحابي كذلك. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وأهدر دماء 9 نفر كانوا من أكثر المجرمين إجراما، وأمر بقتلهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد العزة بن خطل وعبد الله بن أبي السرح وعكرمة بن أبي جهل والحارث بن نفيل بن وهب ومقياس بن صبابة وهبار بن الأسود وقينتان، أي جاريتان كانت تغنيان تهجيان النبي صلى الله عليه وسلم، وسارة وهي مولاة لبعض بني عبد المطلب التي وجد معها الكتاب الذي أرسله حاطب. أما ابن أبي السرح فجاء إلى عثمان واستجار به، ذهب به عثمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وشفع به فشفعه فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما عكرمة ابن أبي جهل فإنه فر، ما أمسك، فر إلى اليمن ثم رجع وأسلم. وقصة إسلامه عجيبة، وذلك أنه ركب البحر مع قوم فأصابهم عاصف، ريح في البحر سمى عاصف، فقال أصحاب السفينة: أخلصوه، أي لله، فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. عجيب أمر المشركين.
آلهة هنا لا تغني. متى تغني؟ لما يكون في سعة يدعون الآلهة، ولكن لما تأتي الشدائد لا يدعون إلا الله تبارك وتعالى. قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. أخلصوا فإنه لا ينجيكم إلا الله وهم مشركون. ولكن الآن الناس، لو نظر الإنسان في حال كثير من مشرك الناس الآن ممن يدعون الإسلام، إذا اشتدت الأمور أشركوا بالله تبارك وتعالى وسألوا غيره سبحانه وتعالى. فلا شك أن المشركين في ذلك الزمان هم أحسن حالا منهم. وإذا قال ابن القيم مشرك الزمان الأول أهون من مشرك زماننا. الشاهد أنهم قالوا أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا هاهنا. فتنبه أكرم لهذه الكلمة وقال لئن لم ينجني في البحر إلا الإخلاص فما ينجيني في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه أني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه. وأما عبد العزة ابن خطل فوجد متعلقا بأستار الكعبة فجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقتله. وأما مقياس بن صبابة فكذلك قتل، قتله نميلة ابن عبد الله. وهذا مقياس كان قد أسلم ثم ارتد بعد ذلك وقتل رجلا من الأنصار ولحق بالمشركين. وأما الحارث فكان شديد الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فقتله علي بن أبي طالب والحارث بن نفيل بن وهب. وأما هبار بن الأسود فهو الذي كان قد آذى زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم حين هاجرت، ولكنه فر ما أدرك ما عكرمة فر ثم أسلم. طيب، وأما القينتان فقتلت إحداهما والأخرى استؤمنت ثم أسلمت وتابت. وسار قيل أسلمت وتابت وقيل قتلت. صفوان بن أمية قلنا إنه جاء في يوم الخندمة يريد أن يقاتل وكان يأبى الإسلام، ولكنه لم يكن ممن أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه، ولكنه كان زعيما كبيرا من زعماء قريش ففر. واستأمن له عمير بن وهب الجمحي فأمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه عمامته التي دخل بها مكة. فلحقه عمير وهو يريد أن يركب البحر من جدة إلى اليمن فرده وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلني بالخيار شهرين، قال أنت بالخيار 4 أشهر، يعني ما أراد أن يسلم يبي ينحش. فقال يا صاعدني شهرين يعني يفكر في أمري، قال خذ 4 أشهر. ثم بعد ذلك أسلم، وكانت امرأته أسلمت قبله فأقرهما النبي صلى الله عليه وسلم على نكاحهما السابق. بعد ذلك في اليوم الثاني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال أيها الناس إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله وباليوم الآخر أن يسفك فيها دما أو يعضد بها شجرة أن يقطع بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما حلت لي ساعة من نهار وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فليبلغ الشاهد الغائب. وقال لا يعضد شوكه أي الحرم ولا ينفر صيده ولا تلتقط ساقطته إلا من عرفها ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول إلا الإذخر فإنه لقينهم وبيوتهم. قال إلا الإذخر. النبي صلى الله عليه وسلم وضع القواعد هنا صلوات الله عليه وسلم في بالنسبة للحرم، أن الحرم فمن دخله كان آمنا. نبه النبي إلى هذه القضية،
ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: لا يعضد شوكه، أي لا يقطع، ولا ينفر صيده حتى لو لم يصد. تنفير، مجرد التنفير لا يجوز، ولا تلتقط ساقطته اللقطة. وجد واحد دينارا أو ريالا أو غيرها من العمال، لا يجوز له أن يأخذها من مكة إلا يعرفها، أما يأخذها فلا يأخذها أبدا. قال: ولا يختلى خلاه، أي البر، لا يؤخذ منه شيء. قال عباس: إلا الإذخر، نبات كانوا يستخدمونه يعني للموتى وللبيوت، السقوف يضعونه. قال: إلا الإذخر، صلوات الله وسلامه عليه. فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه، فقال: أكتب لي يا رسول الله. فقال: أكتبه لأبي شاه. وفي دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة لفتحها دليل على جواز دخول مكة للقتال المباح بغير إحرام، لكن ما دخل محرما صلوات الله وسلامه عليه. أما من أراد مكة لغير لحج أو عمرة فإنه لا يدخلها إلا محرما. أما من دخلها لغير حج وعمرة فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، كسواق التاكسي مثلا، ومن أراد تجارة، أو من أراد يزور مريضا ولا يريد عمرة ولا حجا، فذهب كثير من أهل العلم أنه يجوز له أن يدخلها بدون إحرام، وذهب آخرون أنه لا بد أن يحرم. لكن من كان بمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجوز أن يدخلها بغير إحرام. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين ويفطر صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذه الغزوة، غزوة الفتح، فتح مكة، حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم متعة النساء. ومن زعم أن عمر هو الذي حرم نكاح المتعة فهو إما أن يكون كاذبا وإما أن يكون جاهلا، وذلك أنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي حرم نكاح المتعة. فعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر. وهذا متفق عليه، أي لحوم الحمر الأهلية نهي عنها يوم خيبر، أما متعة النساء ففي الفتح. وعن سبر بن معبد رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواه مسلم، وحديث علي متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء 3 أيام، عام أوطاس ثم نهى عنها. رواه مسلم، عام أوطاس وعام الفتح. حديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هذا مجال ذكرها. طيب، لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفتح صلوات الله وسلامه عليه، بعث خالد بن الوليد إلى العزة ليهدمها، وبعث عمرو بن العاص ليهدم سواعا، وبعث سعد بن زيد ليهدم مناه. هذه أصنام الجاهلية أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يذهبوا ويهدموها. خرج خالد بن الوليد قبل نهاية رمضان ب5 أيام إلى العزة، وكانت بنخلة، وكانت لقريش وجميع كنانة، يعني العزة هي لقريش. ولذلك أبو سفيان في غزوة أحد بعد أن انتهت المعركة قال: لنا العزة ولا عزة لكم. فالعزة هي صنم قريش، وهي أعظم أصنامهم، وكان سدنتها بنو شيبان، وكان سدنتها بني شيبان. فخرج إليها خالد بن الوليد في 30 فارسا حتى انتهى إليها، فهدمها، هدم العزة. ثم رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت شيئا؟ قال: لا، هدمتها وجئت. قال: فإنك لم تهدمها، فارجع إليها فهدمها. فرجع خالد رضي الله عنه قد جرد سيفه، فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة ناشرة الرأس، ويظهر هذه جنية التي كانت مع العزة. فجعل السادن يعني المسؤول عنها، اسمها لها سدن، خدم يخدمونها، فجعل السادن يصيح بها، فضربها خالد فجزلها 2، قطعها 2. ثم رجع إلى رسول فأخبره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العزة قد أيست أن تعبد في بلادكم أبدا. انتهى. وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص إلى سواع ليهدمه، وهو صنم لهذيل،
على 3 أميال من مكة. فلما جاءه عمرو بن العاص قال له السادم ماذا تريد؟ قال أمرني رسول الله أن أهدمه. قال لا تقدر على ذلك. عجيب. قال لا تقدر على ذلك. قال لما؟ قالت تمنع، تمنعك. قال حتى الآن أنت على الباطل؟ إلى الآن ما عقلت؟ وإن حكى فهل يسمع أو يبصر؟ ثم دنا إليه فكسره وأمر أصحابه فهدموا بيت خزانته فلم يجدوا فيها شيئا. ثم قال كيف رأيت؟ منعت؟ قال أسلمت لله. خلاص ما في حد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي إلى مناه، وكانت للأوس والخزرج. فلما انتهى إليها سعد قال له سادتها أو سدنتها ما تريد؟ قال أريد هدم مناه. قالوا أنت وذاك، حاول. فأقبل فخرجت إليه امرأة سوداء عريانة كذلك تائرة الرأس تدعو بالويل وتضرب صدرها. فقال لها السادم منات دونك بعض عصاتك، يعني هؤلاء عصات، يلا استلميهم افعلي شيئا بهم. فضربها سعد فقتلها وأقبل إلى الصنم فهدمه وكسره. وكانت يعني السدنة تقول للعزة ومنات وغيرها دافعي ادفعي. أبدا، كما قيل يا عز شدي شدة لا سواكها على خالد ألقي الخمار وشمري، فإنك إلا تقتلي المرأة خالدا تبوئي بذنب عاجل وتقصري. إنها أصنام لا تغني شيئا، هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ وهكذا فتح الله تبارك وتعالى مكة لنبيه صلوات الله وسلامه عليه، وعاد إليها بعد أن أخرجه قومه منها صلوات الله وسلامه عليه. كان فتح مكة فتحا من جميع الوجوه والنواحي، وهو فتح عسكري وفتح اجتماعي وفتح ديني وفتح من أوجه كثيرة. ولذلك قال الله تبارك وتعالى بعد فتح مكة بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان فتحا من كل وجه، بعده دخل العرب أفواجا في دين الله تبارك وتعالى. وذلك أن قريشا كانت في نظر العرب حماة الدين وأنصاره، والعرب في ذلك تبع لقريش، وهو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش في الخير والشر. ولذلك صار من القواعد المؤصلة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإمامة في قريش لكونهم قادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش،